اسمحوا لي في البدء أن أعبر لكم عن ليس فقط سعادتي لكن حقيقة مدى فرحي شوفتي وجودي في بلدي البحرين وليس بلدي كامل. الشرف اللي حظيت به من صاحب الجلالة استقباله وتوجيهه لنا، أيضا مدى عزيمة جلالة الملك للمضي قدما في هذه العلاقة واهتمام سمو ولي العهد بهذه اللجنة مثل ما تفضلت به عندما شرفنا بزيارة الإمارات وتوقيع مجموعة كبيرة من الاتفاقيات. نعمل أن نعمل بشكل مضاعف معكم. نعتقد أن علينا نحن كحكومتين أن نفتح لهم الفرص أكثر، نسهل من تواصلهم وعملهم المشترك، نقلل من أي تحديات أو معوقات لهم، ولكن أيضا في نفس الوقت نوجد لهم المحفزات اللازمة.